لم يحفل سجل الملكية الإنجليزية بملك أشهر من ويليام الفاتح، ولم يعرف تاريخ إنجلترا في القرون الوسطى حدثاً أعظم من غزو دوق نورمانديا لها، إلا الانتصار الذي حققه ويليام في معركة هيستينغز الشهيرة في 14 من أكتوبر من عام 1066، ساهم مساهمة جمة في تغيير منح التاريخ البريطاني، وقد أمنت ارتقاءه عرش إنجلترا وتأسيس السلالة النورمانية التي حكمت إنجلترا سنوات طويلة. ولد ويليام الذي عرف بالفاتح وترعرع بين الفلاحين، وبالكاد كان يجيد الكتابة والقراءة، ولكنه أحرز نجاحاته كلها بحد السيف، وقصته هي قصة رجل قاس ساد مملكتين من خلال قوة إرادته وشدة عزمه. إنها قصة محارب صنديد وقائد عسكري شجاع، قاتل إلى جانب رجاله وشارك جيوشه مخاطر المعارك. إنه رجل تمكن من زرع الرعب في قلوب خصومه من خلال أعمال تميزت بعنفها الشديد حتى بالنسبة إلى معايير زمانه. ولكن إلى جانب كونه فاتحاً، كان ويليام بالفطرة مشرعاً وإدارياً بارعاً، وضع أسس الدولة الحديثة ليس في إنجلترا فقط، بل أيضاً في مسقط رأسه نورمانديا. كان ويليام الفاتح دوق نورمانديا، وهي منطقة شمال غربي فرنسا، حكمها أكثر من 50 سنة منذ سن 8 عام 1035 وحتى مماته عام 1087. إلا أن غزوه الناجح لإنجلترا هو الذي أمن مكانته الدائمة في سجلات التاريخ، وجعله واحداً من أشهر الحكام الذين تعاقبوا على عرش إنجلترا. فمنذ وصوله إلى إنجلترا عام 1066 تغيرت معالم البلاد نهائياً، ولا يزال النقاش قائماً حتى اليوم حول ما إذا كان ذلك التغيير للأفضل أم للأسوأ. غير أن فوزه على الملك الأنجلو ساكسوني هارولد هنا في هيستينغز عند الساحل الجنوبي لإنجلترا كان الحدث الأبرز الذي أدى إلى تغيير اتجاه التاريخ الإنجليزي. من دون أدنى شك وبغض النظر عن كل شيء، فإن هذا الرجل تمكن على الأقل من غزو بريطانيا في حين فشلت محاولات كثيرين قبله. كان هو الشخص الذي تمكن من تغيير وجه إنجلترا، وكان هذا أعظم إنجازاته. وضع غزوه حداً للعلاقة الطويلة الأمد التي كانت قائمة بين إنجلترا والبلدان الإسكندنافية، وحصن إنجلترا من أي اعتداء أو غزو من جهة بحر الشمال، كما أنه أمن قاعدة ثابتة للملوك الإنجليز الذين جاءوا من بعده يستطيعون منها ممارسة الضغوط على ويلز واسكتلندا وإيرلندا لضمها إلى ما أصبح يعرف لاحقاً ببريطانيا العظمى. يصعب علينا أن نتخيل الآن العلاقة التي كانت تربطنا بالعائلة المالكة الدنماركية وباسكندنافيا إجمالاً، فحتى من دون ويليام كان في وسعنا أن نستمر على هذا المسار طيلة قرون، ولكن مع الغزو في عام 1066 ومع تربع ويليام على عرش إنجلترا أصبح النورمانديون الحاكمين الفعليين، وتغيرت القوانين وتم إصلاح التكتيكات العسكرية. لذا وفي الإجمال يمكن القول إن وصول ويليام أحدث ثورة كبرى في بريطانيا. وكانت تلك الثورة عظيمة بحق، حيث أحكم ويليام سيطرته على الأراضي التي غزاها من خلال إدارة قوية. وقد يكون سجل التحقيقات في الأراضي من أهم ما خلفه من ميراث، وهو مسح شامل للمجتمع لم يسبق له مثيل آنذاك، وقد منحه هذا السجل القدرة على السيطرة من خلال المعلومات. كما يظهر التاريخ كيف صادر ويليام الأراضي الأنجلوساكسونية واستبدل الطبقة الحاكمة الإنجليزية بطبقة فرنسية لا تزال تشكل قاعدة قوية للأرستقراطية البريطانية حتى يومنا هذا. نتج عن غزو النورماندي لإنجلترا اكتساح شامل للطبقة الحاكمة، وهذا ما لم يسبق له مثيل في تلك المنطقة، ويمكن أن نجد دلالات على ذلك في سجل التحقيقات في الأراضي، حيث يظهر من دون أدنى شك أنه خلال فترة 20 سنة أو أقل تم استبدال طبقة حاكمة بأخرى مختلفة كلياً. ونجم عن ذلك نشوء اتصال ثقافي وسياسي وثيق وأكثر متانة بين إنجلترا وفرنسا، وكان لذلك التطور عواقب هائلة تردد صداها في أوساط الأرستقراطية والكنيسة وعامة الشعب،
وقد امتدت مفاعيل هذا التطور لتطال كل شيء بدءا من طريقة الحكم ووصولا إلى اللغة الإنجليزية ذاتها. لغاتنا هي في الواقع مزيج من الأنجلوساكسونية والسكندنافية والفرنسية، وقد نشأ هذا المزيج نتيجة الغزو النورماندي لإنجلترا عام 1066، ولولا ذلك الغزو لكانت لغتنا اليوم في حالة مختلفة. إذا أردنا أن نفهم مدى الاختلاف الذي طرأ على إنجلترا، فما علينا سوى أن ننظر إلى أراضي البلاد لنلاحظ أنه بعد الغزو تغير المشهد العام للريف، فنشأت بلدات جديدة وشيدت قصور ضخمة وكاتدرائيات. وكانت القصور النورماندية دلائل قوة وعظمة، وشيد قرابة 100 قصر في أرجاء البلاد لتكون مقرات لإدارة شؤون عامة الشعب. ولكن كيف كان ويليام الفاتح الرجل؟ كيف يمكن وصف هذا الرجل الذي توصل إلى تغيير بلاد بحالها؟ إن لمن أهم المميزات التي أمنت له نجاحه الكبير قدرته على القيادة للصفوف الأمامية للمعركة. لا يذكر التاريخ تفاصيل شخصية كثيرة عنه، ولكننا نعرف أنه كان يتمتع بقوة جسدية كبيرة، ويروى عنه أنه كان يستطيع أن يطلق سهماً ويصطاد حيواناً من دون أن يمسك بزمام لجام حصانه، وهذا ما يشير إلى تمتعه بهذه القوة الهائلة. وردتنا بعض المعلومات عن وصفه الجسدي من الحكايات المعاصرة له، إنها صفات تقليدية بمعظمها، لكننا علمنا أنه كان يتمتع ببنية جسدية صلبة ومال إلى السمنة الزائدة في نهاية حياته إلى حد أعاق حركته. أما بالنسبة إلى شخصيته فيمكن ذكر أمر واحد أكيد، وهو أنه كان قادراً على تنفيذ أعمال غاية في القسوة والعنف إذا ما لزم الأمر. فإذا نظرنا إلى ما حدث بعد الغزو، وبخاصة فيما عرف باكتساح الشمال قرابة عام 1070، نجد أن الأعمال التي نفذها هناك بغية غزو الأجزاء الشمالية من إنجلترا تميزت بعنف شديد وبطش بالغ، حتى إنه اضطر إلى طلب الغفران من الكنيسة عن أفعاله هذا. فعلى الرغم من أنه كان يحارب تحت الراية البابوية، إلا أن العنف الذي مارسه كان خطيئة في سجله. يرتبط اسم ويليام الفاتح دائما بمعركة هيستينغز وغزو إنجلترا، إلا أن قصته لم تبدأ في إنجلترا. وإن أردنا أن نفهم التفاصيل والأحداث التي قولبت شخصيته وجعلته واحداً من أبرز شخصيات التاريخ، سيكون علينا أن نسلط الضوء على أولى سنوات حياته في فرنسا، حيث خلف والده دوق نورمانديا حين كان في 7 من عمره فقط. وسنرى أنه قبل أن يغزو إنجلترا كان ويليام قد نال تدريبه العسكري، وبات ضليعاً في مسائل البطش والعنف التي كانت جزءاً طبيعياً من حياة الحاكم الناجح في القرون الوسطى. وسيكون علينا كذلك أن نلقي نظرة على خلفيته العائلية. كان أسلافه قد قاتلوا وكافحوا على مدى أجيال متتالية لكي يتمسكوا بمركز الدوقية في نورمانديا وليتوسعوا إلى المقاطعات المجاورة. كان النورمان يعرفون بأهل الشمال، جاءوا من اسكندنافيا في سفن الفايكنج الغازية في القرنين 9 و10، واحتلوا أجزاء عديدة من أوروبا، وكان بينها منطقة شمال غربي فرنسا التي تعرف بنورمانديا. كان ويليام متحدرا من نسل رولو، وهو زعيم من الفايكنج قاد جماعة من الاسكندنافيين إلى الأراضي الفرنسية عام 911، واستقر معهم هناك. وفي منتصف القرن 11 كانت منطقة نورمانديا قد أصبحت واحدة من أقوى ولايات العالم المسيحي، وكان ويليام القائد الأكثر تميزاً في هذه السلالة. وما توصل إليه من إنجازات كان يعود بالأساس إلى ميراثه، ولكن قبل أن يتمكن من المطالبة بميراثه هذا أجبر على الخوض في معركة شرسة امتحنت فيها شجاعته وتقولبت فيها شخصيته وأدت إلى تأسيس قاعدة سلطته في مركز الدوقية في نورمانديا. إنه يجسد مزايا الحاكم الناجح في حقبة القرون الوسطى، وأعتقد أن ذلك يعني قبل أي شيء القدرة على القيادة في زمن الحروب. وكان ويليام جنرالا ناجحا جدا
حيث شجع جيوشه على اللحاق به وهو يقاتل إلى جانب رجاله، وكان قادراً على اتخاذ القرارات الصائبة والمناسبة على الصعيدين الاستراتيجي والتكتيكي. ولكن هذا الرجل الذي بلغ أعلى مراكز السلطة والهيبة لم يبدأ حياته في أحضان الترف، فويليام الفاتح دوق نورمانديا ويليام الثاني وملك أنجلترا ويليام الأول ولد في خريف عام 1028 في فاليز، وكان ابن روبرت الأول دوق نورمانديا السادس لأم كانت تعمل في غسل الملابس. فحين كان الدوق روبرت يعيش في القلعة الضخمة في فاليز، رأى هيرليف في مكانة مصرفة إلى غسل الملابس قرب الجدول، فوقع على الفور في حبها ونشأت بينهما علاقة حب. إلا أن هيرليف كانت تكره السرية، ومع حلول عام 1027 انتقلت للعيش في القلعة مع رجلها، وولد ويليام في العام التالي. انغمس ويليام في عالم السياسة النورماندية العنيف في سن مبكرة، حين أمر اللوردات بقسم الولاء له كولد لكي يتمكن والده من الانطلاق في رحلة حج طويلة. إلا أن روبرت لم يصل إلى المدينة المقدسة، وعندما مات في الأناضول عام 1035 خلفه ابنه ويليام الذي كان في السابعة من عمره ليصبح دوق نورمانديا. وبذلك بدأ حكم ويليام الفاتح في ظروف تشوبها المشاكل والأزمات، فالمجتمع النورماندي لم يكن مستقراً آنذاك، وبما أنه كان ولداً حديث السن وابناً غير شرعي للدوق السابق لم تسلم بداية حياته السياسية من الاضطرابات. عند وفاة والد ويليام اتخذت تدابير كثيرة لتأمين ارتقائه إلى سدة الحكم، ما أدى إلى نشوب بعض الحروب في أوساط الأرستقراطية، ولكنها في رأيي كانت مسألة محتمة لكون ويليام ولداً صغير السن في ذلك الوقت ويفتقر إلى القوة أو القدرة على فرض إرادته. اتسمت أولى سنوات حكم ويليام بالمخاطر، فقد أجمع عدد من البارونات على أنهم لن يقبلوا بالانصياع لأوامر ولد غير شرعي، وكان ويليام معرضاً على الدوام لخطر الاغتيال. كان زمنه زمن العنف الشديد، شرعت العائلات الأرستقراطية في مقاتلة بعضها البعض، وتحولت الأسرة الدوقية ذاتها إلى مسرح للعداوات والمواجهات العنيفة، وأصبحت حياة ويليام في خطر دائم، حتى إن مكانه ظل مجهولا خلال السنوات 12 الأولى من حكمه. وبغية حمايته كان خاله والتر يبيت في غرفة نومه ويخبئه في بيوت الفقراء. ونجا ويليام من كل المخاطر التي واجهها في حياته بفضل مجموعة صغيرة من الحراس المخلصين الذين كانوا من أنصار والده، وكان بينهم جيلبرت كونت بريون وأوزبورن، وهو موظف نافذ في البلاط الملكي. تولت تلك المجموعة مسؤولية حمايته وتنشئته السياسية والعسكرية، وهي مسؤولية غاية في الخطورة. فخلال إحدى محاولات اغتيال ويليام قتل أوزبورن في غرفة نوم ويليام فيما كان الدوق الشاب يغط في النوم، والمعلوم أن ثلاثة من حراس ويليام قد ماتوا قتلا وبشكل عنيف دفاعا عنه، وقد حالفه الحظ أكثر من مرة ووفق في الهروب من مطارديه. من الواضح أن ويليام الشاب كان عاجزا عن السيطرة على الأحداث التي تجري في أسرته، ناهيك عن قدرته على إيقاف المواجهات التي كانت تحصل في أرجاء نورمانديا، ولكي يتمكن من البقاء والاستمرار كان عليه أن يزداد قوة. وكانت تجربته العسكرية الأولى عام 1040 في سن 13 فقط، حيث فرض حصارا على بلدة بريون. وقرابة تلك الفترة تعرف إلى شخص احتل لاحقا مركزا مهما جدا في حياته، ففي جوار بريون كان هناك دير يدعى لوبيك، وكان هناك شاب إيطالي يدعى لفرانك يتابع دراسته فيه. حصل التعارف بينهما وبدأت صداقتهما القوية التي استمرت طويلا، وأصبح لانفرانك الهادئ والمسالم المستشار الروحي والسياسي للدوق السريع الغضب. وفي هذه الأثناء في إنجلترا
توج إدوارد المعترف ابن أثلريد وإيما النورماندية ملكاً عام 1042، وكان لتتويج أحد أقرباء ويليام ملكاً على عرش إنجلترا عواقب مهمة جداً في مسيرته السياسية. تزوج الملك إدوارد عام 1045 بإيديث ابنة الإيرل جودوين في وسكس، وكان واحداً من أقوى رجال إنجلترا. أما في نورمانديا فقد كان ويليام الذي بلغ من العمر 15 عاماً يواجه مشاكل جمة، فمع حلول عام 1042 كان قد بدأ بأداء دور فاعل في إدارة دوقيته، ولكن في خضم المعارك الكثيرة المحتدمة لم تفلح محاولاته في السيطرة على الاضطرابات التي ما لبثت أن تفاقمت، ما استدعى تدخل الملك الفرنسي هنري الأول في أكثر من مناسبة لمساعدة ويليام، وبالأخص خلال الثورات العديدة للبارونات ما بين عامي 1046 و1055، وهبت إحدى هذه الثورات عام 1047 بقيادة قريب ويليام جي دوق بورغاندي، وما لبث الملك هنري الأول أن أرسل جيشه لمساعدة ويليام. تواجه الجيش المتمرد مع قوات ويليام وهنري هنا في فاليزدون قرب كين حيث تم دحره، وخلال هذه السنوات المضطربة تعلم ملك إنجلترا المستقبلي فن القتال والحكم. تكون لدينا انطباع عنه أنه كان قائدا حاضرا دائما ورجلا مدركا لما يفعله على الصعيدين التكتيكي والاستراتيجي، كما أنه كان شديد الحرص على المسائل الأخلاقية وعلى رفع معنويات جنوده. إن هذه الصفات هي التي سمحت له بتوحيد دوقيته، وما لبث أن عزم على توسيع دائرة نفوذه. وهكذا مع نهاية عام 1052 تزوج بماتيلدا ابنة بلدوين الخامس حاكم منطقة فلاندرز، ولكن سرعان ما واجه ويليام وماتيلدا مشكلة، لأن لهما سلفا مشتركا وهو رولو مؤسس نورمانديا، وهذا ما يجعلهما قريبين من الدرجة الخامسة، وبسبب علاقة القرابة هذه تم حرمانهما من الكنيسة الكاثوليكية. وبعد 7 سنوات سافر صديق ويليام المخلص ومستشاره لانفرانك لزيارة البابا نيكولاس الثاني في روما، وأعادهما إلى كنف الكنيسة شرط أن يتم تشييد دائرين في كان، فكان على ويليام أن يؤسس دائرا للرجال وعلى ماتيلدا أن تؤسس بدورها دائرا للنساء. وقرابة هذه المرحلة كانت أصداء النفوذ النورماندي قد بدأت تتناهى في أرجاء إنجلترا، وبما أن الملك إدوارد المعترف نشأ وترعرع في نورمانديا شرع في إحضار مستشارين نورمانديين إلى إنجلترا، وشرع أيضا في بناء دير وستمنستر. إن هذا الدير الذي يبدو شديد الاختلاف اليوم كان أول الأديرة التي تبنى على الطراز الروماني النورماندي في إنجلترا، فقد كان الملك إدوارد معتادا هذا الطراز منذ أيام نشأته في نورمانديا، ولعله تأثر أكثر ما تأثر بدير جومييج الذي شيده والده ويليام. كان الملك إدوارد قد شارف على نهاية العقد الخامس من عمره ولم يرزق بأولاد، ولم يكن لديه وريث مباشر للعرش، وبدأ البحث عن خلف له، واتجهت أنظار إدوارد إلى نورمانديا وقريبه الشاب ويليام الذي عرفه منذ نعومة أظفاره. يجمع عدد كبير من المؤرخين على أن الملك إدوارد كان قد وعد ويليام بخلافته على العرش منذ عام 1051، وتم تأكيد هذا العرض عام 1064 من خلال صهر إدوارد هارولد جودوينسون الذي سافر إلى نورمانديا بالنيابة عن إدوارد. وخلال زيارة هارولد دعاه ويليام لمرافقته في إحدى بعثاته العسكرية ضد كونان كنت مقاطعة بريطانيا، وخلال هذه البعثة أقسم هارولد على أن يكون ويليام ملك إنجلترا المقبل. إذن فهل كان ويليام يملك زعما صحيحا ليكون وريث إدوارد؟ كان يؤمن بأن إدوارد المعترف وعده بأن يكون خليفته على عرش إنجلترا، وقد حصل ذلك من دون أدنى شك عام 1051، وصدر هذا الوعد عن إدوارد بدافع الولاء والعرفان، لأنه كان قد قضى جزءا كبيرا من حياته منفيا في نورمانديا حيث عاش في بلاط والد ويليام وجده.
وهكذا اعتبر ويليام نفسه خليفة إدوارد المعترف. ولكن ويليام لم يكن المطالب الوحيد بعرش إنجلترا، لأنه لم يكن الشخص الوحيد الذي وعد به. ففي أكثر من مناسبة أشار الملك إدوارد إلى دعمه لمرشحين آخرين، ومن بينهم صهره هارولد جودوينسون، الرجل نفسه الذي أرسله إلى نورمانديا لكي يقدم العرش لويليام. اعترف إدوارد بعرضه هذا على فراش الموت، ما ساهم في إضعاف حجة ويليام أكثر فأكثر، لسيما وأنه في تلك الفترة كان الشعب الإنجليزي قد أبدى اعتراضا واضحا على تولي ويليام العرش. لذا فعندما فارق الملك إدوارد الحياة في 5 يناير كانون الثاني عام 1066، سارع هارولد إلى اتخاذ التدابير اللازمة، وبمساندة المجلس الأعلى الإنجليزي نصب نفسه ملكا على عرش إنجلترا في 6 يناير، في اليوم الذي تلا وفاة إدوارد. وبما أن ويليام كان يطالب بهذا العرش باعتبار أنه حقه الشرعي، لم يجد أمامه خيارا سوى خيار الغزو، وكان هذا البداية لفصل من أشهر فصول التاريخ الإنجليزي. لقد اعتبر أن الوعد بالعرش مسألة شرف، لذا قرر أن يغزو إنجلترا ليستعيد حقه بالقوة. قضى ويليام النصف الأول من عام 1066 في التحضيرات الدبلوماسية، فأرسل سفراء إلى روما لإقناع البابا بمنح هذا الغزو بركته فيتم تحت الراية البابوية. كان مدركا للجانب الديني الذي تقوم عليه الحروب، وأن الدين في القرن الحادي عشر كان مبررا كافيا لخوض حرب عادلة، فحصوله على راية البابوية التي تمنح هجومه على الملك المغتصب هارولد الشرعية ليس دعاية ناجحة فحسب، بل هو إشارة إلى أن السلطة الدينية توافق على أفعاله. ولكن المقلق في الأمر هو أن هارولد كان الملك الذي اختاره الشعب الإنجليزي واختار القتال باسمه، واستمر في القتال بعد وفاته ضد ويليام الفاتح. ولكن بغض النظر عن مشاعر الإنجليز، لم يكن شيء ليثني ويليام عن سعيه، ومع حلول شهر تموز يوليو كان قد بدأ بتجميع أسطوله عند مصب نهر دايف عند الساحل النورماندي، حيث انتظر قرابة شهر واحد، ومن ثم تحرك الأسطول على طول الساحل وصولا إلى سانت فاليري سور سوم، حيث كان المعبر المائي أقصر مسافة. وفيما كانوا ينتظرون الملك النرويجي هارولد هاردرادا، انتظر الأسطول هبوب الرياح المؤاتية. في منتصف شهر أيلول سبتمبر وصل مع جيش عديده 7000 رجل، واستولى على ساحل يوركشير وقتل جميع سكان سكاربورو. تقدم نحو اليابسة باتجاه يورك التي كانت المدينة الأساسية في شمال إنجلترا، وهزم قوات الحاكمين الشماليين موركر وإدوين في فولفورد عند تخوم المدينة. علم هارولد أن عليه أن يتصرف بسرعة، فزحف شمالا بسرعة هائلة وعبر مسافة 190 ميلا خلال 5 أيام فقط. وفي 25 من أيلول سبتمبر أدرك الجيش الغازي على حين غرى هنا عند جسر ستانفورد، وأنزل به هزيمة نكراء. إلا أن هارولد لم ينعم كثيرا بنصره هذا، فما هما إلا يومان حتى ورده خبر بأن ويليام النورماندي قد وصل بجيشه. كان عليه أن يعود إلى الساحل الجنوبي في أسرع وقت ممكن. أبحر أسطول ويليام من سانت فاليري في ليلة 27 من أيلول سبتمبر. وصل في نهاية المطاف إلى بيفنسي بين الجدران الرومانية القديمة التي شيدت قبل قرون طويلة. في تلك الأيام كان البحر يصل إلى هذه الجدران،
وهذا ما يظهر لنا التغيرات التي يمكن أن تطرأ على الساحل على مر القرون. فقد تراجع البحر مسافة ميل تقريباً عما كان عليه من قبل. عندما وصلت سفينة ويليام تعثر وسقط على الساحل، فكان ذلك نذير شؤم بالنسبة إلى رجاله. فما كان من ويليام إلا أن أمسك بحفنة من الحصى ورفع يده إلى السماء قائلاً: انظروا كيف أمسك بهذا البلد في قبضة يدي. ومن هناك شق طريقه شرقاً إلى أقرب منطقة مكتظة بالسكان وهي هاستينغز. وفي طريقه دمر جميع القرى التي مر بها وأتلف محاصيلها وقتل أهلها ودمر منازلها، وذلك بغية لفت أنظار هارولد إلى وجوده وإلى نيته في السيطرة على إنجلترا. وهنا أقام قاعدة لهم في هاستينغز، شيدوا مبنى خشبيا مؤقتا وهو كناية عن قصر مركب نقلوه معهم على متن السفن، وانطلقوا من هذه القاعدة قرابة 5:30 فجرا صباح يوم 14 من تشرين الأول أكتوبر، متجهين نحو تل سين لاك ليخوضوا معركة هاستينغز. وصلوا قرابة الساعة 9 صباحا إلى موقع المعركة ليجدوا الساكسون متمركزين في مواقعهم حيث يقوم اليوم دير باتل. لكن الجيش النورماندي كان مقسوما إلى 3 فيالق، البريطانيون إلى اليسار والفرنسيون والفلامنكيون إلى اليمين، والكم الأكبر من الجيش النورماندي في وسط ساحة المعركة. إن المنظر الممتد خلفي هنا هو المشهد الذي وقف أمامه النورمانديون في ذلك اليوم من عام 1066. ارتفع مستوى الأرض 2 أقدام مذ ذاك الحين، وكان المنحدر سحيقا وخطرا. عند ذلك الجرف كان الجيش الساكسوني يغطي مساحة واسعة من الأرض، وأمام الخط الساكسوني وضع جدار من الدروع، وخلفه فرقة حراس هارولد ذوي التدريب العالي. كانوا يستخدمون سلاحا مخيفا مؤلفا من فؤوس مزدوجة يلوحون بها فوق رؤوسهم، فكان في وسع رجل واحد أن يقطع بها رأس حصان. وهكذا كان موقع الساكسونيين الدفاعي ممتازا مقارنة بالجيش النورماندي المهاجم. بدأت المعركة في 9 صباحا واستمرت طوال اليوم كسائر المعارك في القرون الوسطى، وكانت نتائج المعركة تتأرجح بين الجيشين. ولكن قرابة المساء تعرض هارولد لهجوم عنيف، حيث داهم الفرسان النورمانديون موقعه وأصيب بداية في عينه قبل أن يقطعه الفرسان إربا. خرج ويليام من المعركة ظافرا، كان القتال محتدما، فما الذي رجح كفة الميزان؟ أعتقد أن الحظ لعب دورا كبيرا في نجاحه، فلو أنه كان أول من شن الهجوم على إنجلترا أو كان أول من حاول عبور القناة قبل هارولد هاردرادا، فأظن أنه سيكون هو الخاسر. إن أحد أهم أسباب فوزه عام 1066 هو أن الملك هارولد غودوينسون كان منهكاً، فقد كان عليه أن يخوض معركة أولى في شمال إنجلترا ومن ثم معركة ثانية في الجنوب. عاد ويليام مع رجاله إلى هذه النقطة، حيث ارتاحوا 4 أيام قبل التقدم إلى دوفر ومن ثم إلى كانتربري. وفي طريقهم إلى دوفر تذكروا أمراً مهماً، وهو أن 2 من السفن النورماندية ضلتا سبيلهما واستقرتا في روملي، حيث بدر الإنجليز إلى تدميرهما. لذا وخلال مرور ويليام في روملي نهب البلدة وأحرقها كلياً. كانت تكتيكات ويليام الحربية ومستوى قيادته العسكرية ممتازين. خرج جيشه ظافراً من معركة دامية، وفي ذلك الزمن الذي كانت تعطى فيه الأهمية الكبرى للمعتقد الديني، عرف ويليام أن رجاله يشعرون بأن الله هو الذي ينصرهم. بعد الغزو نظم ويليام عملية عفو شامل لجنوده، فكان ذلك دعما كبيرا لمعنوياتهم.
بعد المجازر التي خاضوها والأرواح التي أزهقوها، وكانوا بحاجة ماسة إلى تطهير من أفعالهم أمام الله. لذا فقد تميز ويليام بحنكة قيادية وقدرة على تبرير الحرب وعلى حمل رجاله على الاعتقاد بأنهم أصحاب حق. مع نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر، كان ويليام قد سيطر على منطقة جنوب شرقية إنجلترا بأسرها، ولكن هذه لم تكن سوى البداية، فموقف الشمال كان لا يزال غير واضح، وكانت لندن عقبة كبيرة في سبيله. وبما أن لندن كانت مركز المقاومة الرئيسي، قرر ويليام أن يعزلها. أحاط جيشه بلندن لجهة الجنوب، وبعد استسلام وينشستر من دون قتال عبر نهر التيمز في ولينغفورد، وسمح لجنوده في تلك الأثناء بنهب القرى في ريف إنجلترا. بعد مضي بعض الوقت كانت الحملة قد أنهكت إرادة المقاومة الإنجليزية، وعند وصوله إلى ولينغفورد تلقى خبر خضوع مطران كانتربري. كان نصر ويليام قد اكتمل تقريبا، وعندما بلغ بيركامستد في هيرتفوردشير أذعن له خصومه المتبقون، وهم أدغر أثلينغ أسقف يورك والحاكمان الشماليان إدوين وموركر. وأصبح جاهزا عندئذ لدخول العاصمة، حيث تم تتويجه في دير ويستمنستر يوم عيد الميلاد من عام 1066. تربع ويليام على عرش إنجلترا، وبات عليه أن يدمغ البلاد بدمغة حكمه. باشر بادئ ذي بدء بتشييد قصر ليحكم منه عاصمته الجديدة، وكان كناية عن حصن خشبي آنذاك، أما البرج الحجري الأبيض من الزمن النورماندي فلم يبدأ بناؤه إلا في مرحلة متأخرة من حكمه، وهو لا يزال قائما حتى اليوم في قلب برج لندن. كان البرج مركز الحكم النورماندي منذ البداية، والمهندس الذي اختاره ويليام لتصميم قصره وبنائه كان أسقفا يدعى غاندولف، أسقف روتشستر النورماندي الذي اشتهر بأنه مهندس عسكري، وشيد مبنى حجريا هائلا قرب كاتدرائيته. كان ويليام في تلك المرحلة قد بدأ يشعر بأن نصره آمن. كان واثقا جدا بمركزه وسيطرته على البلاد، فعاد إلى نورمانديا ظنا منه أن السلام قد حل فيها، ولكنه كان مخطئا. وخلال السنوات الأربع أو الخمس التالية حدثت ثورات عدة، وذلك في المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الوسطية والشمال. كان موقع ويليام لا يزال بعيدا عن الأمان والاستقرار، وخلال السنوات الأربع التالية اضطر إلى مواجهة سلسلة من أعمال التمرد التي امتحنت سلطته ونفوذه في مملكته الجديدة. كان الشمال مشكلة خاصة بالنسبة إليه، وكان عليه أن يبسط سطوته على المنطقة الوسطية والمقاطعات الشمالية، فعلى ذلك عبر التقدم إلى داخل المناطق وتشييد القصور في مواقع مهمة. أمر بإقامة حرج واسع في وروك، أما في يورك فطلب تشييد قصر في الموقع الذي يقوم فيه اليوم برج كليفورد. خلال تلك المرحلة ظن ويليام أن العودة إلى نورمانديا أصبحت آمنة، ولكن عندما فعل ذلك في خريف عام 1068 انهارت الاستراتيجية التي كان قد وضعها للشمال، فتعرضت قصوره للهجوم وقتل عدد كبير من رجاله، فقد اعتبرهم أهل الشمال دخلاء وانقضوا عليهم. واجه حكم ويليام ما بين عامي 1069 و1070 كبرى أزماته بسبب قيام ثورتين أخريين في شمال إنجلترا. كانت الأزمة الأكثر خطورة تلك التي تضمنت أيضا غزوا دنماركيا بقيادة ملك الدنمارك سفين أسترسون. إن الوسيلة التي كان يتبعها في بناء القصور وترك المسؤولية على عاتق رجاله، والتي دمغت حكمه في جنوب إنجلترا، ما عادت تجديه نفعا في الشمال،
فبات بحاجة ماسة إلى تغيير تكتيكه. قرر عندئذ المكوث في يورك، وكان ذلك بمثابة تصريح وأعلان بأن الشمال أيضاً هو جزء من مملكته، ومن قاعدته هناك أخذ جزءاً من جيشه وواصل زحفه إلى داخل الشمال. لحقت كل وحدة من وحدات جيشه بالثوار إلى التلال، واستولت على المناطق الريفية مدمرة كل ما في طريقها. كان على ويليام أن يحرص على أن يقمع كل إمكانية تمرد أو ثورة في الشمال للمستقبل القريب. تركت هذه الخطوات التي اتخذها ويليام الأثر المرجو منها، وهي تعتبر بمعيار اليوم جرائم حرب. كانت تلك نقطة تحول بارزة في تاريخ ويليام، فقد اقتنع بعد الثورات العديدة التي واجهها وقمعها بأنه لن يتمكن من إلاء الإنجليز ثقته، فبادر إلى استبدال قادتهم بقادة النورمانديين، وبذلك كافأ كل الذين قاتلوا إلى جانبه. كانت إنجلترا مملكة ثرية، وهذا ما سمح له بتقديم مكافآت قيمة بغية إقناع آلاف المحاربين بالالتحاق في صفوفه، وأصبحت هذه المكافآت في النهاية ممتلكات في أيدي الطبقة الأرستقراطية النورماندية والفرنسية. أزيح رجال كثيرون من أصحاب المناصب عن مراكزهم، وأصبحوا أجراء لدى الأسياد النورمانديين وفي الممتلكات التي كانوا يحكمونها قبل مجيء ويليام. اكتسب الغزو النورماندي الجزء الأكبر من طابعه من هندسة القصور والكنائس التي قامت بعد استبدال الأسياد الإنجليز بأسياد نورمانديين. إن أكثر ما هو قابل للجدل في قضية الغزو النورماندي هو إلى أي درجة كان ويليام مستعداً لإحداث تغييرات جذرية في إنجلترا الإنجلوساكسونية. والإجابة الحقيقية هي أنه كان مصراً على نقل الأرستقراطية النورماندية عبر القناة الإنجليزية. فبعد اعتلاء ويليام العرش عام 1066، كانت الأراضي في إنجلترا خاضعة لملكية ما نسبته 1% من الشعب. خسر حوالي 4000 نبيل من نبلاء الأنجلوساكسون أراضيهم التي انتقلت إلى أقل من 200 سيد نورماندي، ومنح أتباع ويليام الأوفياء مساحات كبيرة من الأراضي في أرجاء البلاد، وسيطروا عليها من خلال القصور التي شيدوها. فقد علم ويليام أن بناء القصور المحصنة في مواقع استراتيجية سيسمح له بإحكام قبضته على البلاد برمتها. ما يمكننا قوله هو إن أحد التغييرات الكبرى التي طرأت بعد عام 1066 هو التغيير الجذري الذي طرأ على منصب الملك في إنجلترا. فقبل وصول ويليام إلى سدة الحكم، كان الملك يقود مجموعة نافذة جدا من النبلاء والأرستقراطيين الذين كانوا يسيطرون على أراض واسعة، ولكن بعد إزالتهم كليا نتيجة الحروب والمجازر أصبحت أراضيهم كلها خاضعة مباشرة لسيطرة الملك، فيوزعها ويهبها كما يشاء ولمن يشاء. هكذا وفجأة أصبح في إمكان ويليام أن يوزع الأراضي والأملاك على أتباعه، فصارت الممتلكات خاضعة فقط للملك، وهذا ما جعل الملك شخصية بالغة النفوذ والسطوة بعد عام 1066. يعتبر قصر هادينغهام في إسكس واحداً من أروع الأبراج النورماندية التي لا تزال قائمة حتى اليوم، وهو يدل على طريقة عمل ويليام. فقد كان مركز السيادة في هادينغهام ملكاً لنبيل ساكسوني كبير يدعى أولوين، لكن ويليام حرمه جميع أراضيه وأعطاها لواحد من أفضل جنوده وأهم فرسانه ويدعى أوبري ديفير. كانت تلك السياسة ضرورية جدا، لأن ويليام كان مجبرا على قضاء جزء كبير من وقته في نورمانديا، في حين أن خطر التمرد الأنجلوساكسوني كان لا يزال واردا في إنجلترا. ولكن مع حلول عام 1072، عندما أصبحت إنجلترا بكليتها تحت سيطرته وبعدما تم تأمين حدودها مع ويلز واسكتلندا، بات في وسعه أن يعود إلى نورمانديا والاستقرار فيها بصورة دائمة. قضى السنوات 15 الأخيرة من حياته في نورمانديا، وتخللت تلك الفترة زيارات قصيرة إلى إنجلترا، علما أنه انقطع عنها مدة 5 سنوات متتالية. أخذ معظم الأسياد الأنجلو نورمانديين معه إلى نورمانديا، وترك حكم إنجلترا على عاتق الأساقفة، وأولى ثقة كبيرة لصديقه القديم لانفرانك، وقد جعله مطران كانتربري.
إن ما يدهشنا وما عرفناه من الكتب التاريخية هو أن ويليام اعتبر رجل عدل وسلام، فقد كان أقوى من جميع الملوك الإنجليز الذين سبقوه، وبات في وسع الناس التنقل بأمان في أرجاء المملكة من دون التعرض لعمليات النهب والسرقة. تم تطبيق القانون ووضع الأنظمة في عهده، وهكذا فقد كان يملك الصفات التي تسمح لشخص معين بالسيطرة على بيئته حتى في غيابه. لم يعد ويليام إلى إنجلترا إلا عند الضرورة القصوى، فعلى سبيل المثال عاد إليها عام 1075 ليقمع عملية تمرد ترأسها روجر حاكم هيرفورد ورالف حاكم نورفولك، وما زاد هذا التمرد خطورة كان تدخل الأسطول الدنماركي. ولكن هذه المرة كان أكثر ثقة بمركزه في إنجلترا مما كان عليه في فرنسا، ومنذ تلك المرحلة فصاعدا أصبحت المعارضة والمواجهة تصدر عن أبنائه ولورداته وجيرانه عبر القناة. تم الاعتراف بابنه الأكبر روبرت على أنه وريث والده، ولكنه طلب من ويليام عام 1077 أن يمنحه سيطرة مستقلة على نورمانديا ومين. تلقت هذه الفكرة دعما كبيرا، ورأى فيها ملك فرنسا فرصة سانحة لزعزعة مكانة ويليام، فذهب روبرت إلى بلاط الملك الفرنسي فيليب وبقي فيه سنوات عدة إلى أن تصالح مع والده وجدد له ويليام حق خلافته في مركز دوقية نورمانديا. بعد فترة وجيزة نزلت مأساة بويليام، ففي الثاني من تشرين الثاني نوفمبر من عام 1083 فارقت زوجته ماتيلدا الحياة ودفنت في دير لاترينيتي الذي شيدته في كان. ويقال إن ويليام فجع بوفاتها، فاعتكف أياما طويلة يبكيها وقضى بقية حياته وفيا لذكرها. لم يواجه ويليام أي خطر حقيقي في إنجلترا ما بعد عام 1072، وكان في وسعه أن يمكث في فرنسا حيث كانت لديه واجبات عسكرية أكثر إلحاحا، فالسياسة التي اتبعها في بناء القصور ووهب الأراضي للأسياد الإنجليز أمنت موقعه وعرشه في إنجلترا، إلا أن مملكته ظلت معرضة للمواجهة مع الدنماركيين أقدم أعداء إنجلترا. ورد ويليام خبر إمكانية غزو دنماركي لإنجلترا عام 1085، فعبر القناة الإنجليزية بما وصف آنذاك بقوة ضاربة من الفرسان والمشاة لم تشهد لها البلاد مثيلا من ذي قبل. إلا أن الغزو لم يتم، وضاعت تحضيرات ويليام سدى، ولكن الأحداث التي تلت في ذلك العام أدت إلى تأليف كتاب سجل التحقيقات، وهو يبين ملكية الأراضي في إنجلترا، ويعتبر أحد أهم الوثائق المسجلة في التاريخ الإنجليزي. فقد أراد ويليام أن يعرف بالضبط موارد مملكته وثرواتها حتى يتمكن من فرض الضرائب عليها ودعم ميزانية المملكة، ولا سيما المبالغ المخصصة للأمن والدفاع. وهكذا فإن السجل الضخم الذي نتج عن هذه الجهود لعب دوراً غاية في الأهمية في تبيان الأسلوب الذي اتبعه ويليام للسيطرة على مملكته وتنظيم شؤونها. إنه أعظم سجل ولا يزال محفوظاً من زمن القرون الوسطى. إن كتاب سجل التحقيقات كان دراسة استطلاعية أمر بها ويليام، والغاية الحقيقية منها هي استغلال إنجلترا إلى الحد الأقصى، فقد كان يريد أن يستنزف موارد البلاد وأن يستغلها استغلالاً كاملاً، فالتفت إلى الملكيات العقارية في أرجاء البلاد، ويمكن القول إن سجل التحقيقات في الأراضي يطلعنا على أمور كثيرة حول أحوال الأراضي في زمن الغزو وما قبله. كان كتاب سجل التحقيقات أوسع وأشمل مسح للأراضي أجري في زمنه. أرسل ويليام رجاله إلى أرجاء البلاد ليعرفوا عدد السكان وممتلكاتهم بكل ما فيها وحتى المواشي. بفضل كتاب سجل التحقيقات بات في وسعنا أن نعرف أموراً عن أحوال المجتمع الإنجليزي في القرن الحادي عشر ما كنا لنعرفها عن أي مجتمع آخر في تلك المرحلة. غادر ويليام إنجلترا للمرة الأخيرة في خريف عام 1086
ففي فرنسا كانت المواجهة لا تزال قائمة بينه وبين ملك فرنسا حول حكم منطقة فيكسان، وهي المواجهة الأخيرة بينهما. فهذه المنطقة هي المساحة الممتدة ما بين وسط نورمانديا والأراضي الملكية حول باريس. حاول كلا الطرفين التقدم على حدود الآخر، وبدأ الملك الفرنسي بشن هجمات على النورمانديين. رد ويليام الهجمات وتقدم مع جنوده إلى فيكسان، وتوجه في شهر تموز يوليو عام 1087 إلى بلدة مانت وأضرم النيران فيها. وفي خضم الارتباك والنيران ارتبك جواد ويليام وألقى بالملك الجسيم أرضا. نقل ويليام إلى عاصمته روان، حيث قبع في فراش المرض طيلة شهر آب أغسطس، وقيل إنه قدم هبات كثيرة للكنيسة وهو على فراش الموت، كما أنه أصدر عفوا عن عدد كبير من السجناء. إلا أن المسألة الأهم والأكثر إلحاحا كانت اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية قضية خلافته على العرش. وفي السابع أو الثامن من أيلول سبتمبر سلم حكم نورمانديا إلى ابنه المتمرد روبرت، وأسند حكم إنجلترا إلى ابنه الثاني ويليام روفوس الذي خلف أباه وصار الملك ويليام الثاني. وفي صباح التاسع من أيلول سبتمبر من عام 1087 لفظ ويليام الفاتح دوق نورمانديا وملك إنجلترا أنفاسه الأخيرة، وكانت رغبته الأخيرة أن يدفن في كان التي أحب وفي الدير الذي شيده للرجال، فنقل إليه ووري في الثرى فيه. إن الدير هو نصب تذكاري مهيب يليق برجل مهيب آمن طيلة حياته بأن الله كان ينصره، ولعل هذا أكثر ما منحه قوة وإرادة وعزما للسير قدما إلى الأمام من دون تردد. وثمة سبب آخر لنجاح ويليام هو أنه كان قادرا على العمل على عدد من الجبهات، فكان جنديا مقاتلا باسلا وقائدا ملهما، كما أنه أثبت جدارته في ميادين الإدارة والدبلوماسية والقانون والإصلاح الديني. يجدر بنا أن نذكر أنه كان قائدا قويا وكاريزماتيا، فقد تمكن من إلهام جنوده وحثهم على القتال لفترات طويلة جدا من دون راحة خلال الفترة الممتدة ما بين 1066 و1071 عندما كان منهمكا بالاستيلاء على عرش إنجلترا. ولولا قدرته هذه لما تمكن من البقاء في الحكم طوال تلك المدة. كان جادا للغاية في اعتباره أن الحاكم المثالي عليه أن يحفظ الأمن داخل أراضيه، وأن يرسي قواعد العدل، وأن يعاقب بوحشية، وأن يحمي الكنيسة. لقد ذاع صيته على أنه رجل حازم وصلب وعادل، اشتهر بصفات لم تكن معتادة البتة لدى الملوك الذين عاصروه، فقد كان دقيقا جدا في كل ما يفعل، ولا سيما في التحضير لأعمال مستقبلية. ولكن قيل عنه بعد مماته إنه كان جشعا ووحشيا، فقد كان يفرض ضرائب طائلة وغير ضرورية على الناس، كما أنه ارتكب بعض أعمال العنف التي بلغت حد الوحشية حتى بمعايير ذلك الزمان. ولكن هذه المميزات الجيدة أو السيئة هي التي جعلته حاكما عظيما في التاريخ. تميز حكمه لنورمانديا ما قبل 1066 بنجاح كبير، إلا أن انتصاره في معركة هيستينغز هو الذي ساهم في إدخاله صفحات التاريخ. كان الغزو النورماندي لإنجلترا حدثا ذا دلالة سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة، فقد جاء بسلالة ملكية جديدة وبطبقة أرستقراطية جديدة وبكنيسة جديدة، بالإضافة إلى فنون وعمارة جديدة في نوعها. يمكننا أن نحكم على الميراث الذي خلفه لنا من وجهات نظر عديدة، فإذا ما نظرنا إلى الواقع الإنجليزي سنجد تغييرات هائلة في اللغة وأسماء المناطق والعائلات،
فهناك أشخاص كثيرون يستطيعون أن يربطوا تاريخهم بأسماء عائلات من زمن الغزو النورماندي، وشملت التغييرات أيضاً عامة الشعب والطبقة الأرستقراطية. لا تزال قصور مثل البرج الأبيض حتى يومنا هذا رموزاً خالدة للغزو النورماندي، ولكن الأمر لا يتوقف عند المباني فقط، فالملوك الذين خلفوا ويليام على عرش إنجلترا اعتمدوا بدورهم العادات والأفكار والمؤسسات النورماندية، وهي بمعظمها لا تزال موجودة حتى اليوم. إلا أن ويليام الفاتح لم يكن واحداً من أعظم الملوك الإنجليز على الإطلاق فحسب، بل كان أيضاً قائداً فرنسياً عظيماً تمكن من توحيد أراضي نورماندية التي كانت عرضة للحروب والمواجهات الإقطاعية. تزوج بأميرة من فلاندرز وأسس مملكة أنجلو نورماندية دامت حوالي 150 سنة بعد وفاته، وبذلك أصبح واحداً من أوائل الأوروبيين الحقيقيين.